مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا الهجرة إلى كندا. طبعا كالعادة نأخذ استفساراتكم وأسئلتكم ونتابعها وندققها مع مستشار الهجرة القانوني والمرخص في كندا الدكتور عمرو حايك. أرحب بكم أنا وزميلي محمد التميمي من كنار تي في. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم في عنا شغلة جديدة، عنا غرفة على الكلب هاوس، وفي معنا ضيوف حيكونوا إن شاء الله لهم القدرة أيضا على سؤال الدكتور عمرو حايك مباشرة وإجابتهم مباشرة من قبل الدكتور. فهي فكرة جديدة طلعناها كإبداع جديد من كنار تي في، نتمنى أن تنال إعجابكم. والدكتور عمرو طبعا عمل معنا عدد كبير من اللقاءات، بتمنى من جميع اللي موجودين معنا سواء على الفيسبوك أو على الكلب هاوس إنهم يذهبوا إلى كنار تي في لايف يوتيوب ويحضروا الحلقات السابقة، لأنه أكيد حيستفيدوا منها. كنار تي في لايف كلمة واحدة وإن شاء الله حيستفيدوا منها. خلينا نبدأ مع الدكتور عمر، أول شيء نرحب فيه وبعدين نأخذ الأسئلة من الكلب هاوس. تفضل دكتور عمر. تحياتي دكتور. طبعا اكيد انا ممنون جدا كالعاده ان اكون على هاي المنصه الرائعه، وفعلا مشتاق لانه احنا صرنا فتره تقريبا ما نزلناش، واليوم كثير اكسايتد، يعني البلد كلها عم تفتح شوي شوي، واعتقد انه يعني it is the right time هلا ان نبلش نحكي بهيك مواضيع. كان ده صار لها اكثر من سنتين تقريبا ما اخذت حد، فاكيد كل واحد طلع لهي الفرصه طبعا بسبب كوفيد. اي طبعا سبب كوفيد اكيد. فكثير في اوبورتونيتيز، كثير في موتيفيشن، اعتقد في اوبورتونيتي لكثير ناس ما كانت متوفره امامهم، بالذات اللي عايشين بالخارج. ويعني احنا هلا احنا هون موجودين حنجاوب على اي سؤال. دكتور سريعا، صار في تغيرات وصارت كندا تاخذ ارقام لم نسمع بها سابقا في الاكسبرس انتري، والاعداد يعني هل هو تعويض للسنوات الماضية عشان يعوضوا السنتين اللي ما أخذوا فيهم، أم هي استراتيجية جديدة؟ هو أكيد السبب الرئيسي تعويض، وأعتقد هم كمان تعرف كيف هو بسبب كوفيد 19 اللي داخل كندا أتليست بيعرفوا الميديكال هيستوري، عارفين عايشين داخل البلد، هم إذا حيكونوا إكزيمت من أي ريستريكشن. تعرف دخول البلد كان كتير عليه ريستريكشن إلى لبعض الناس، فتو إليمينيت ونخلص من هذه اللي هي المعضلة. فهم أخذوا كل واحد تقريبا عايش بكندا بشكل مؤقت طبعا معايير معينة، وانت عارف هي الهجرة هي عبارة عن عنصر أساسي جدا في اللي هي في الاقتصاد الكندي. احنا حكينا فيها قبل هيك قديش مهم انه هذه الاستراتيجية ظلها مستمرة. هم تقريبا بأخذوا كل سنة ما يعادل حوالي تقريبا 300,000 350,000 أو 400,000. يعني لما يحكوا هم المرة الماضية، حنتذكر قبل كوفيد كان يحكوا بدهم يجيبوا 1,200,000 خلال 3 سنوات، فهي الأدرج تبعها تقريبا 300,000-400,000 أير. بس هم طبعا الخطوة اللي أخذوها هي خطوة سمارت، لأنه كل واحد داخل البلد أخذ كنيديان إكسبيرينس، لأما عنده إدوكيشن فأكيد في إنبوت له للبلد. بس كمان إذا بتلاحظ إن هم أخذوا لدخل البلد فكانوا هم محدودين بتخصصات أو بحسابات معينة، ما كان في تنوع كبير. لكن لما يبلشوا يأخذوا من الأوفرسيز حيكون في تنوع بالتخصصات بالبرامج بكذا، ففي فرصة كتير لسه للناس اللي بتقدموا لهجرة الكفاءات، لأن هم أخذوش ولا واحد من أوفرسيز تقريبا على اللي هي الإكسبرس إنتري سكيل وركر، كل أخذوا أغلبيته هو كنيديان إكسبيرينس. فهي بتقدر تحكي تعويض، وبنفس الوقت اعتقد بسبب كوفيد 19 اعتقد في كثير صار ابديت للبرامج، او في عندهم صار فيجن مختلف عن اول. يعطيك العافيه دكتور، واشتقنا لك كثير طبعا، وبالتاكيد المشاهدين في عدد كبير كان بيترقب ويستنى وبينتظر الحلقات تبعت الهجره. وإحنا زي ما دائماً بنحكي حلقات الهجرة هي المقصود منها أنه نعطي توعية على الأشياء الأساسية، لكن هذا لا يغني أنه لازم يكون لكل حالة خاصة دراسة بحد ذاتها من خلال
مختصين زي الدكتور عمر حتى يدرسوا الحالة بخصوصيتها. لكن إحنا في هذا البرنامج بنحاول نقدم معلومات مهمة، نعمل أبديت للمعلومات أو تحديث للمعلومات الجديدة اللي بتظهر، وبنفس الوقت إذا كان في حد عنده سؤال ممكن يكون مناسب إنه يطرح ويستفيد منه العدد الكبير من المشاهدين، هذا بيكون فائدة للجميع. دكتور عمر، الفترة هذه اللي مرت بتتوقع إنه يعني أثرت على عدد كبير من الناس اللي كانوا ينتظروا معاملاتهم تكتمل، ولا الأمر لا يعني قابل للعلاج أو منجبل بالنسبة للناس هاي؟ أنت تعرف إنه كندا هي كانت تأخذ تقريبا بحدود حوالي 4000 maybe 5000 every 2 weeks على السحب كان. هلا اذا بتعد الرقم اللي اخذته كله، كل اعداد مش كثير يعني، كله ممكن لا تتجاوز حوالي 50,000 واحد. اوكي، اذا تتذكر انت الباثوي اللي حكينا فيه قبل حوالي شهر ونص او شهر الابديت، فهم حكوا بيننا 40,000 واحد كندي اكسبيرينس، وبيننا 30,000 طالب وكذا. صح، اذا بتطلع على الداتا لغايه هلا ارقام كلها بسيطه، بتحكي عن 1200 2000 واحد 3000 واحد، يعني لسه اذا هاي الارقام ما تعبتش معناها في شورتج. طيب، بس انت وقتها دكتور حكيت توقعت انت انه حيكون العدد قليل لانه في مشكله بالنسبه للغه. صح، لانه هو باي سبرايز. مزبوط، صح. فتتوقع انه بما انه الاعداد صارت قليله او الاعداد اللي اقبلت قليله، ممكن يعيدوا التفكير في موضوع اللغه هذا؟ انا ما ظنش اللغه حتكون، اعتقد لانه هلا بتعرف كيف، هلا اللوك داون شوي عم 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 تفتح باب شوي شوي، اعتقد مجرد ما بلشوا يعملوا امتحانات اللي هي اللغه والايلتس وغيره الارقام هاي هتعبى. بس اللي بقول لك هي التاثير اكثر شيء حيكون كويس على اللي برا، لانه هم لما اخذوا الناس اللي جوا ما في كثير الفاريتيز والتنوع. لكن لما ياخذهم مسحب من خارج البلد يعني في بتكون مقاييس مختلفة وتنويع أكثر. نعم، واضح. طيب دكتور، شو رأيك نأخذ شوية من أصدقائنا اللي على الكلب هاوس معنا؟ زي ما حكيت هاي أول مرة بنكون على الكلب هاوس، فحنأخذ أسئلة صوتية من محمد. تحب تبدأ محمد؟ ما أنا مستعد. تفضل. تحياتي للجميع وللدكتور عمر. بس الفكره ان بالنسبه لي انا لما بعمل سيرش اونلاين على موضوع الهجره لكندا خصوصا، بحس ان انا بتوه، خصوصا عشان مواضيع برامج الهجره، ويعني في كذا برنامج، فانا بحس ان انا مش عارف احط ايدي على البرنامج اللي يناسبني شخصيا. انا 28 سنه، مصري، بعمل في مجال الاي تي، مش يعني ليفل، مش مانجر، اقل شويه. ف يعني كنت حابب ان انا يعني اخذ الخطوه دي، والانجليزي بتاعي ممتاز، بس انا مش عارف ايه البرنامج اللي ممكن ينفعني يعني كبدايه، يعني ان انا احط رجلي في كندا. بس ده سؤال. هلا عزيزي، انت بما انك انت اعتقد انت خارج كندا مو هيك؟ لا، انا في مصر حاليا. اوكي، هلا انا بحكي للاشخاص اللي خارج كندا زي حضرتك، لازم يكون عندك اتليست اقل شيء اللي هو المينيمم ريكويرمنت، اقل شيء او حتى تكون انت مؤهل. فلازم يكون عندك ايلتس، يكون الجنرال يعني الدرجه لا تقل عن 6 في كل واحد من الاربعه باندز او سكيلز، وتعمل عمليه اللي هي معادله شهاداتك حسب تخصصك، اذا كانت ممكن عن طريق الويس او بعض المؤسسات الثانيه. فهذول الشغلتين كثير مهمات، انه يكون انت عندك المعادله جاهز فيها وعندك حال ايلتس. لانه هلا لو يرجع تعرف برامج الهجره الكنديه كل يوم بنزل برنامج جديد، كل يوم تغيير. اذا ما كنت جاهز لهذول التو ايتمز يمكن الفرصه تروح عليك. فاذا بتجهز هذول الاثنين تبعث لي معلوماتك، بعمل لك ايفالويشن وبقول لك شو افضل برنامج لك حسب الامكانيات اللي عندك العلميه، او خلينا نحكي او يعني بشكل عام شو وضعك انت من ناحيه العمر، المستوى التعليمي، اللغه الانجليزيه، شهادات الخبره اللي عندك، كل هذه فاكتور تلعب دور في تقييمك. ما في شيء للاسف برنامج تفصيل لكل واحد، كل واحد بيختلف عن الثاني. عندك الايميل موجود، الايميل موجود عندك على السكرين، اذا تبعث لي بس هو مش على السكرين.
مش شايف الاسكان. مش شايف، عفوا اقرا له اياه. مش info info at amro amro immigration.ca info at amro immigration.ca. تفضل دكتور. طيب عندك سؤال ثاني محمد؟ لا تمام، شكرا على الفكره. يس، واذا عندك اي اسئله بتحب تسالها تفضل. شكرا. طبعا في عندنا كمان سؤال من الجمهور دكتور هون، بيحكي انه صديقي عايش بامريكا، في يجي على كندا لجوء عن طريق الحدود البريه. هلا اذا صديقك عايش بكندا بامريكا، انت معناها بتعني انه هو، يعني بفترض انه هو فيزا زياره، يعني اذا صديقك معه اقامه كنديه هناك، اقامه في امريكا، طبعا ما بقدرش يقدم لجوء. لكن اذا هو موجود في وضع مؤقت، سواء طالب او سواء كان زياره، هلا بيقدر يقدم لجوء. بس لغايه هلا الحدود الرسميه مسكره الا اذا كان عندك قريب درجه اولى. في معنى خلدون، بتحب تسأل يا خلدون؟ خلدون من نيو برانزويك، في عندك أسئلة؟ يا أهلا وسهلا فيك خلدون، معنا من الكلب هاوس من نيو برانزويك. طيب في سؤال من صديقنا محمد إدريس من ليبيا، بقول كيف الأجواء في كندا؟ أعتقد كيف موضوع الهجرة يسأل، هل في شيء معين لأهل ليبيا بتعرف الأوضاع عندهم؟ هل في طريقة للجوء مثل ما صار مثلا مع أخواننا في سوريا، ولا ما في برامج خاصة؟ لا للأسف ما في. اللي داخلين ليبيا هم يعني ما لهم وضع خاص معين، هم زي اي دوله عربيه تانية، لازم يكون مؤهل تحت برامج معين، مستثمر، طالب، هجره عاديه. لكن اذا الشخص الليبي هو اللاجئ في منطقه تانية ومعه اوراق اللجوء او ورقه اليون، نعم في برامج اللي هي الكفالات الخاصه. واضح. في معنا محمد على الكلب هاوس، بتحب تسال محمد؟ لا، في كمان محمد مهند، سوري مهند، آسف عفوا أنا لأني داير التلفون. مهند تحب تسأل سؤال؟ في عندك سؤال؟ الكونكشن عندي لسه لحد الآن مش ثابت، بس أحل مشكلة الكونكشن راح أجي أسألك دكتور. شكرا. طيب جيب معك صحن منسف معناها بتجنن. طيب في معنا سؤال، حبيبي معك المهندس، طالب وساكن بكردستان العراق، طبعا أنا سوري، في شيء عن موضوع اللجوء؟ ولكم الشكر. للأسف يعني في كثير إخوان سوريين عايشين بالعراق بالشمال أو حتى بالعراق نفسه. الطريقة الوحيدة إذا كان معك ورقة اليوان من داخل العراق من مؤسسات اليوان، ساعتها عندك الكفالات الخاصة. طبعا الكفالات الخاصة عندك الخماسية، جمعية خيرية، عندك الكفالة الكنائسية. الكفالة الكنائسية أنا شخصيا يعني ما بشتغل عليها. الكفالات الخاصة بدك ورقة اللي هي اليوان إنك معترف فيه كلاجئ. غير هيك أنا بحكيها بصراحة، كسوري وعايش في بلد خارج بلده، إذا ما كان عنده وضع قانوني في بلد عايش فيها غير إنه يكون لاجئ، نسبة نجاحه ضئيلة جدا بأي برنامج. هل في تغيرات على موضوع برامج اليو ان، ولا لسه ماشي زي ما هي؟ لا هي ما في تغيير، هي. اوكي. ان شاء الله طالب يكون الموضوع. هل في تغيرات بشكل عام على موضوع اللجوء دكتور خلال الفترة الماضية؟ احنا بنحكي طبعا اليوم على اللجوء داخل كندا. لا، اللجوء من خارج كندا الكفالات الخاصة ما تغيرت، هي نفس الشيء اللي كنا نحكي فيه قبل شهرين او بست شهور او بالسنة، هو نفس الشيء ما تغير. اللي هو ورقة اليو ان ضرورية جدا وين ما كنت، لكن لجوء داخل كندا طبعا أصبح كله تعرف كيف أونلاين، أصبح more productive، وإحنا صرنا enjoy it more، يعني بالعكس أحسن بكثير من أول هلا، وكمان صار much faster. طب دكتور ليش في عنا إحساس كله إنه كأنه موضوع اللجوء خف، وقف، كأنه توقف، يعني كأنه بطل فيه
اهتمام لكندا من كندا بموضوع اللاجئين أو استقبال لاجئين جدد. لا لا ابدا، بالعكس، هي المشكله انه ما فيش حدا بيدخل البلد حتى يعمل رجوع. يعني انا مثلا شخصيا عندي اكثر من حاله تقريبا 49 ملف موجودين في اليو اس مش قادرين يدخلوا لانه البلد مسكره. انت عارف كيف اللي داخل كندا هلا، زمان اللي كان بيو اس اي بامكانه يدخل بطريقتين، يعني اذا كان عنده هو اذا كان هو one of the exceptions بيدخل بالحدود الرسميه، واذا كان ما عنده exceptions بيدخل بالطريقه غير الرسميه. فكان الكل يدخل سواء هيك ولا هيك. هلا يو اس اي كثير ناس هناك صار لهم 8 شهور وسنه وسنتين معهم فيزا بس مش قادرين يدخلوا هون لانهم الطريق غير الرسميه مسكره، والطريق الرسميه لازم يكون واحد one of the exceptions. حتى في يعني هلا احنا معروفين انه الاكسبشنز انه لازم يكون له قريب درجه اولى. لكن كمان في كمان اكسبشنز انه اذا الشخص هذا في يو اس اي ومعاه فيزا كنديه يعتبر ون اوف ذا اكسبشنز. اوكي. اذا معاه فيزتين، يعني فيزا لامريكا وفيزا لكندا. فاذا هو اجى على الحدود ومعاه فيزا كنديه بيدخلوه از ون اوف ذا اكسبشنز. يعني احنا بنتكلم الان بعد ما تقريبا المقاطعات الكندية فتحت نوعا ما، فكت الحجر شوي وشوي، في بنحس في انفراجة في الموضوع. تتوقع الأمور تبدأ يعني تنفتح أكثر على هدول الناس اللي بينتظروا؟ تتوقع متى؟ يعني خلال لو مدة زمنية رينج مثلا. أنا بتوقع أنه ممكن الأمور تتغير تماما خلال يعني ممكن 8 أسابيع. 8 أسابيع، شهرين. أو أنا بس بدي أكد على موضوع إنه أنت بتقولي إنه اهتمام باللجوء مش زي أول، لا بالعكس. يعني أنا مثلا بالنسبة لي، أنت لما تحكي بين شهر واحد ولغاية هلا إحنا we run almost 80 files، 80 قضية أنا كمكتب. نعم. وضايل عندي حوالي تقريبا أكثر من 90 وعند الشيلف ويتنج، فإحنا عندنا محاكم تقريبا يوميا. أنا ما اتصلش فيك بتقول لي في عندي هيرينج. يا فاللي صار طريقتهم هلا، يعني هم يعني طب نسبة النجاح دكتور فيهم هدول قديش عم بتصير؟ بدي اقول لك شغله، هو ماخذين فكره الناس انه سبب كورونا عم بتغير الوضع، لا هو اللجوء لجوء. اللجوء فيه فاكتورز، القاضي لما القاضي في القاضي الريستريكت وفي القاضي السهل وفي القاضي يعني انواع. بتعرف كيف هو النجاح؟ النجاح هو عبارة عن ماتريكس فيها كومبينيشن أكثر من عامل. نعم. يعني أنت يمكن تكون عندك جود ستوري بس أنت تمثيلك أو اللي هو طريقة تقديمك للقصة تبعتك تكون فيري باد. نعم. بالنهاية يعتمد على هاي القصة، يعني كيف طريقة تمثيلها. هو طريقة لأنه هو عبارة عن هو خلينا نحكي الأورال تستيموني. أنت كيف يعني بتكون أندر إكزامينيشن، كيف بتحكي؟ انت ممكن تكون بريء بالدوكيمنت بس طريقه كلامك من ورطك مظبوط. فبصراحه نجاح الملف له عده عوامل، له دور المكتب، له دور التدريب، له دور انك تكون انت مهتم بالقضيه، لانه في ناس انت بتدربه وبكون هو عنده فكره 99% من الكويشن، بس لما يدخل جوا بكون هو بعالم والقاضي بعالم ثاني. وفي قضاه للاسف they are too much restricted، يعني في قاضي مثلا بيكون من ملفك حاكم عليك ان ادفانس 99% بده رسبك و1% بدور على حتى يكمل 100%. في قاضي بيكون يعني بحاول يعطيك شانسز اكثر، فبيختلف. بس ما في شيء اسمه والله سياسي معين انه عم بتسهله، لا هذا الحكي مش مظبوط. طيب انا طبعا انا بدي بس اذكر انه الدكتور كان يحكي عن موضوع اللجوء من داخل كندا، اللي دخل على كندا وقدم لجوء. احكي لنا عن قصة التدريب الهيرينج اللي حكيت عنها هلا دكتور، ايش هي هاي الشغلة؟ هلا انت تعرف اللجوء، الشخص لما يقدم لجوء بيكون هو كاتب قصته. وكاتب طبعا انت عارف اللجوء هو عبارة يعني قضية اللجوء هو بحكمها يعني قانونين، لا اما قانون انك انت لاجئ، لا اما قانون انت بدك حماية من الدولة. يعني مثلا خلينا نحكي اعطيك مثلا الشخص اللي بده يجي مثلا من اي دوله عربيه، على سبيل المثال الاردن، يمكن تكون عندك مشكله سياسيه، يمكن تكون عندك مشكله. يعني انا شو بحكي مثلا، هو مين الشخص هو اللي بنعطى اللجوء؟ لا اما الشخص اللي هو عباره عن عضو في مجموعه معينه
يمكن يكون مجموعة دينية، يمكن يكون مجموعة يعني اجتماعية، أي شيء، أو ممكن يكون له رأي سياسي مختلف، ممكن يكون رأي ديني مختلف، ممكن يكون هو عنده يعني خوف على حياته من الدولة يعني بسبب رأي سياسي. فعندك اللي هو مبدأ إنك تنقبل كلاجئ أو كونفنشن ريفوجي، وعندك كمان اللي هي الحماية. هلا أنت ممكن تكون من الأردن، بس أنت ما عندك مشكلة مع الدولة، أنت عندك مشكلة مع أشخاص، عندك مشكلة مع مجموعة، عندك مشكلة مع عصابة. فإذا أنت بتثبت للجدج، إذا ما كنتش أنت إحدى الجروبات اللي حكيناها أول، وأثبتت للقاضي إنك أنت عندك خوف على حياتك بسبب مجموعة معينة من الناس، مثال طار يعني اللي واحد مثلا يعني مثلا طار عشيري اشخاص وات ايفر، اذا بتقدر تثبت انه الحكومه اللي انت او البلد اللي عايش فيها ما بتقدر تحميك، ساعتها انت بتدخل ديفرنت اكت. هم في عندك اللي هو الكونفنشن ريفيوجي، وعندك اللي هو البروتكشن، واحد منهم يعني. فاللي بحكي التدريب بيلعب دور، لانه انت بدك تحاول تقنع الجدج انك انت واقع تحت هاي الشغلات، واحده منهم. اذا انت ما كنتش تحط ضمن اي تعريف ديفينيشن، ما بيعطيك اللجوء. في فرق بين ما تكون انت عندك اسباب انسانيه، في فرق ما تكون انت لاجئ او بدك حمايه. انا بذكر الجميع انه معنا الدكتور عمر حايك، مستشار هجره مختص من مدينه ميسيساغا، معنا مباشره الان على الفيسبوك وعلى الكلب هاوس. في معنا عدد من الشباب اللي عم بيستمعوا للحلقه هاي لاول مره، بنقوم بهذا الشيء. في عنا كثير من الأسئلة طبعا حنسألها للدكتور، لكن في سؤال من طالب مرة تانية دكتور بيسأل: أستاذي الفاضل، سؤالي للدكتور، هل تتكلم عن ورقة الفورمة تبعت اليو أن؟ نعم، هي ورقة اليو أن. هلا مش أي ورقة يو أن تزبط، في عندك اليو أن ريجستريشن أو اللي هو بسموه طلب اللجوء، في عندك اللي هي ورقة اليو أن النهائية اللي هم معترفين فيه كلاجئ. نعم. مش ريجستريشن ولا اسايلم سيكر، لازم تكون هي يو ان ريكوجنيشن. شباب الكلب هاوس، مهند وفقار، في حدا عنده اسئله بحب يتكلم؟ تفضل فقار. هلا وعليكم السلام. دكتور، اريد اسال عني، يعني اريد اهاجر من العراق، يعني شلون، يعني طريقة قانونية، يعني مو مثلا تهريب وهاي، يعني طريقة قانونية شلون أقدر أهاجر من العراق، وإذا أروح دراسة يعني إنه أكمل ماستر مثلا، هذا يفيدني شيء لو أكو طرق له؟ أكيد. إحنا مكتبنا كان عندنا كثير ناس جبناهم من العراق كطلاب، فالدراسة هي ممكن إحدى الخيارات اللي متوفرة، ممكن تكون كخيار جيد. احنا بنأمن قبولات جامعيه، طبعا اذا انت مخلص بكالوريوس ممكن نجيب لك اللي هو تامين قبول الدبلوم العالي. طبعا الماجستير صعب الا اذا كان معك ايلتس اكاديمي فوق 6.5، لكن اذا ما معك انت ايلتس اكاديمي انا بنصحك تروح على الدبلوم العالي اللي هو اقل من الماجستير بشوي. فاحنا بنأمن لك الادمشن، وبعدين بتعم بإجارة اللي هي فيس الطالب. لما توصل كندا انت ساعتها انت بتشق طريقك بالطريقه اللي انت عاجبتك، بتكمل اجراءات الدراسي، خاطر ببالك برنامج مختلف، فهذا انت قرارك بالنهاية. طبعا كان في تسهيلات السنة للي درسوا قبل سنتين، او صحيح، لانه سبحان الله جهتهم تسهيلات، اخذوا ارقام يعني ما صارت في تاريخ كندا من حيث عدد النقاط، ولا لا دكتور؟ عفوا دكتور، بعنش سؤالك مرة تانية. بقول صار في تسهيلات للهجرة للي درسوا في كندا وخلصوا دراستهم واخذوهم السنه بالاكسبرس انتري، كان اعتقد 70 السكور اعطوهم. هو لا، هو انت بتحكي على البرنامج الجديد اللي هو باث واي، وعندك اللي الكنيديان اكسبيرينس. الكنيديان اكسبيرينس طبعا اللي هو اخذوه قبل هذا البرنامج حوالي اخذوا 70,000 واحد. لا انت عارف كيف الاكسبرس انتري هي سكيلد وركر والكنيديان اكسبيرينس والتريد. هلا سبب كورونا ما اخذوا سكيلد وركر من برا، شو اخذوا كنديان اكسبيرينس، فسكور نزل شوي. لكن لما نزل البرنامج الجديد اللي هو نيو باتوي لاي واحد متخرج من جامعه كنديه في برنامج لا يقل عن سنه، ومتخرج تقريبا من 2017 لغايه هلا، وعنده ورك بيرميت او معبي طلب لورك بيرميت، فهو كواليفاي
ولغايه هلا برنامج موجود. فاللي بقصده انت عارف كيف كانت مشكله كثير للناس اللي بتخرجوا من كندا بس بده يدور على وظيفه بنفس النوك وبنفس كذا، كانت معضله شوي لكثير ناس. فهي هلا هي فرصه. انا بذكر الجميع انه احنا اليوم موجودين على الفيسبوك وعلى الكلب هاوس، اذا حدا عنده اسئله احنا مستعد، او الدكتور مستعد، دكتور عمرو حايك مستعد اجابتها. اللي موجود معنا على الفيسبوك احنا حاطين معلومات الدكتور عمرو حايك، على الكلب هاوس الايميل تبع الدكتور info@amroimmigration.ca، ممكن تدوروا على الجوجل عمرو immigration services راح تلاقوا العنوان، وممكن تتواصلوا دايركت مع الدكتور. بالنسبة لسؤال اللي موجود عندي هون من محمد عطلية، أنا معاي دبلوم تمريض من فلسطين، عمري 22 سنة، كيف بقدر أحصل على عقد عمل وأهاجر إلى كندا؟ والله عقود العمل مو سهلة للأسف. عقود العمل مش بس هو اللي انت ممكن تتصورها، بالذات انت مجالك دبلوم تمريض، تعرف كيف التمريض من المهن اللي هي فيها كتير requirement ولازم تكون عملية اللي هي يعني إعادة تأهيل خلينا نسميها. لكن انت ممكنك تيجي هنا كطالب، يعني ممكن تأخذ قبول دبلوم تاني تدخل كطالب هنا وتعمل تأهيل لحالك لما تدخل، فيمكن يكون مدخلك لكندا هو الدراسة كخيار أفضل. هو قارئ سموير انه في فرص عمل كبيرة في كندا للممرضين. لا هو في بعض المؤسسات زي بالذات في مثلا اللي هي بعض المقاطعات انه في التمريض احنا حكينا فيها المرة الماضية انه ممكن يكون له يصير له اللي هو عملية نومينيشن من بعض المقاطعات. بس اعتقد انت بتحكي معك دبلوم وليس بكالوريوس. نعم ممكن تكون هذه شويه دبلوم يس دبلوم تمريض مظبوط. فاتوقع هو كمان لازم يحصل على معادله هون للتمريض في الموضوع. بس هيك انا لما تحكي 22 سنه بتصور انت ما عندك خبره ممكن كمان خبرته اتوقع انه فقد تكون يعني دكتور بالنسبه له انه يجي يقدم على دبلوم تمريض هون وممكن خلال هاي الفتره هو يدرس الدبلوم او يدرس شيء في الببليك هيلث وخلال هاي الفتره يعادل ويحصل على عمل. العمل من خارج كندا زي ما حكى الدكتور شوية صعب، إله complication ولازم يشوف السوق والماركت هل بيستحمل أو ما بيستحمل، هل مطلوب ولا لا. بعرف إذا على الكلب هاوس في حدا بده يسأل أسئلة مباشرة ولا أخذ السؤال اللي بعده. مهند تفضل. بيقطع عندك مهند. تفضل. لا مهند بيقطع مش سامعينك. لو ممكن تطلع تفضل اذا جرب. هلا بجرب محاوله اخيره ادروايز بستنى. تفضل تفضل مو سامعينك. طيب انا مقيم في دبي وقدمت عندي ولدين واحد بالصف العاشر واحد بالصف السابع، جبت لهم قبول مدرسه بكندا ودفعت الرسوم كامله. واضح السؤال، واضح السؤال عندك دكتور؟ ايه بس انا انا واضح انه سمعت انه هو قدم عنده قبول ودفع الرسوم المدرسة لابنائه الاثنين، عنده ولد صف السابع واحد بالعاشر. حصل لهم على قبول، دفع الفواتير وقدم على الفيزا للاولاد اثنين والام، وللاسف رفضت الفيزا بسبب انه ما في قناعه انه الاولاد حيرجعوا باك. يعني هو القناعة مش بالأولاد، هو القناعة إنه الأم مش هترجع. هذا السبب الرئيسي. لذلك الطريقة الثانية إنه هو لو عمل للأولاد اللي هو فول بورد
معنى اخر، لانه في فول بورد يعني، في هنا تعرف في كندا اذا هو يعني عنده صديق او كذا بامكانه يكون هو هو بيكون عنده خلينا نحكي مش الكاستدي يعني، هو he's gonna be in charge of the kids مؤقت. فاذا هو اخذ فول بورد، لا اما الاولاد بيسكنوا عنده، لا اما بيكونوا ساكنين في فول بورد، بيكون هذا الشخص هو الكونتاكت بيرسون لإلهم. اوكي. الا مجرد ما هو سكيور ذا فيزا لإلهم جارديان. يا بالضبط. اخوك هو الجارديان. اخوه الجارديان. اذا انا بحكي يعمل الاولاد لوحدهم اول، بعدين once he secured the visa then he can apply for the mother as a way she want to drop them off and come back. وضحت معك محمد؟ إيه مهند؟ وضحت، بس تم الرفض يعني، قدمت الفيزا انا هلا هو جارديان محطوط بالابلكيشن انه عمهم هو الجارديان، وطلبت yeah. لامهم تكون معاهم يعني، بحيث انه تعرف اطفال صغار يعني ما بيكونوا صعب يعيشوا لحالهم يعني. yeah. هو الدكتور بيحكي لك انه قدم بس للاطفال، وبعد ما ياخذوا الفيزا سكيور ذا فيزا بتقدم للام على انها بدها توصلهم وترجع. بس هل بيعطوني فتره كافيه للام؟ لانه انا ما بقدر اترككم لحالهم يعني، انا خايف يعطوني فتره قصيره، بدي والدتهم تكون معهم طول الفتره، طول فتره دراستهم. لا ما هو ما بتزبطش هيك، انت بدك you have to play it step by step. يعني هو الأوفيسر أخذ فكرة إنه أنت صح أخوك موجود، بس فعليا هي الأم الموجودة مش أخوك اللي كانت take care of them. أنت لما تودي زوجتك تكون موجودة معهم، مش بحاجة لأخوك يكون guardian. فهو عبارة عن conflict. قصدي كيف؟ أعيد تقديم الطلب وأشيل الجارديان إنه عمهم جارديان، خليهم أمهم مع أمهم. لا لا أنا برضو نفس الشيء. هلا اتذكر هلا في هيستوري صارت موجود عندهم داتا بيس عنك انه زوجتك والعم هو الجارديان، فالافضل تعيد الابلكيشن مره ثانيه للاطفال لوحدهم. هلا الدراسه امتى بتبلش؟ سبتمبر؟ المفروض سبتمبر، بس انا شكلي حاجلها سنه يعني، حطلب منهم ياجلوا الموضوع سنه. اذا انت اعمل الاطفال لوحدهم once you secure it in your pocket then you put an application for the mother. طبعا بده يكون عندك التيكت وعندك الديبارتشر كل شيء يعني موجود، ريتيرن تيكت للمذر صح؟ ساعتها الاوفيسر بيقتنع انه يس شي هاز تو ترافل وذ ذيم اند كم باك. الاوفيسر هو الاوفيسر بالنهايه هو زي زيك، انت حط حالك مكانه، اذا انت اقتنعت هو بيقتنع. مهند إذا بتحب برضو تتواصل مع الدكتور عمر عشان يساعدك في الموضوع info@amroimmigration.ca. أنا إن شاء الله ببعث له إيميل. ولا يهمك ولا يهمك. إحنا معنا جمال كمان على الكلب هاوس، بس حسأل سؤال جمال وحرجع لك. في سؤال هون من أحمد بيحكي هل ممكن تحويل اللجوء من داخل كندا إلى الكفالة الخماسية داخل أو خارج كندا؟ لا يمكن. اوكي طيب جمال هل عندك اسئله؟ عندي سؤالين بسيطات. هلا السؤال الاول هو على المكاتب اللي بيشتغلوا موضوع الهجره. نعم. هل هم يعني بيفرق انه انا اقدم الطلب لوحدي يعني اقدم الطلب عن طريقهم؟ يعني بيعطوني ادفانتج؟ والسؤال خلينا نجاوب الاول واحد واحد، حاعطيك الوقت. تفضل دكتور. طبعا هو تقديم الطلب عن طريق مكتب، لانه هم بيعملوا هذه الطلبات كل يوم فهم عارفين، فبيعتمد شو نوع الطلب. اذا بتحكي عن طلب فيزا فامكانك تعمله لوحدك. هلا بالمناسبه طلب الفيزا بالذات انا بحكيها نصيحه، هذه يمكن هذه طلب الفيزا يعني هي تتناقض من اللي او مع مصلحتي انا. لما الشخص يقدم طلب فيزا يمكن الأوفيسر يعطيه the benefit of doubt إنه يعني مش قصده، معرفته قليلة، بيكون في نوع من التولرانس. لكن لما يكون المكتب هو مكتب هجرة بالذات موجود هناك، الأوفيسر بأخذ يعني zero tolerance.
المفروض ما يكونش اي ميستيك. فبيعتمد شو نوع الفيزا. اذا الفيزا الزياره كانت وانت كنت يعني متعلم بتعرف تدخل الابلكيشن مالها لوحدك. اذا انت بتوقع انه المكتب ممكن يزيد على نجاحك، اذا ما كان الاساس صح المكتب ما له انبوت كتير، بس لازم يكون الاساس صح. يعني المكتب مش هيعمل ماجيك، مش هي يعني هو بحاول انه يعطيك الابلكيشن ويعبي لك اياه بس. المكتب هو المكتب بيعمل شغله واحده، هي عباره عن السبمشن، كيف بلخص الكيس وبقدمها للاوفيسر. نعم. لكن هو لما لخص الكيس الاوفيسر بيرجع على الورق. يعني اذا المكتب بيحكي انه الشخص كذا وكذا وكذا بده في سبورتنج ديك ما بتكون موجوده. طيب هلا في مكاتب بيساعدك بيظبط لك هالورق. احنا للاسف هنا بكندا يعني في قانون بربطنا، مش قصدي كيف يعني انا دوري محدود. نعم. اللي خارج كندا ما بتعرف هل هو مسجل في كندا، هل هو في يعني هون السؤال. جمال تفضل، في عندك كان سؤال ثاني. يس، هلا السؤال الثاني هم بيحكي لك في اذا كان عندك جوب اوفر تاخذ بوينتس اكثر. هلا انا كشخص اخذت ماسترز من بريطانيا، ما بعرف قد يعني الفاليو بكندا وبقدم، بس بحس ما في يعني ما بحس في نتيجه لما اقدم من هون، انا بقدم من برا بعيد يعني. فما بعرف هل بتقدم على جوبز قصدك؟ يس. اوكي. لا انت حكيت هلا لما اقدم لجوب اوفر باخذ بوينت زياده. yes. انا هاي ما فهمتهاش، انت بدك تقدم لجوب اوفر حتى تستخدمه ببرنامج هجره، ولا قصدك تقدم لجوب لوظيفه مشان هم تو هاير يو؟ يعني بوث، يعني اكون جوب اوفر لاشتغل ومنه يكون الطريق للهجره. هلا حتى تلاقي واحد يعطيك جوب اوفر حكينا فيها ايرليير مو سهله، فيها الاجراءات ولا بروسيس، فيها الادفيرتايزنج، فيها اشياء كثيره، فيها تفاصيل عديده. يعني للشخص اللي بده يقدم جوب اوفر عن طريق اونلاين وكذا ويعبي لطلبات ويعبي لاشياء كثير، فيها اجراءات شوي كومبليكيتد، بدك تتعامل مع شخص او مع مكتب بتعرفه كويس، لانه ممكن تكون انت توقع ضحيه. للأسف الجوب أوفر أكثر شغلات اللي بصير فيها نصب على الناس، يا فانتبهوا من موضوع الجوب أوفر يا جماعة. في كندا مش زي الخليج، يعني خلينا نشرحها. يعني أنا بشوف على الفيسبوك بقول لك جوب أوفر طيارة وسيارة وبيت وما في من كل هالحكي، هذا ما مستحيل يعني. وبالذات بقول لك سيكوريتي وسيكوريتي وقصص وما في منه هذا الحكي طبعا. فانتبهوا كتير من موضوع الفيسبوك والناس اللي بتحط. أنا بحكي الجوب أوفر بالذات، يعني في مؤسسات أكيد يعني مؤسسات محدودة يمكن بدها ناس، فإذا واحد بيساعدك بهذا الموضوع إذا ما بتعرفه كويس يعني ما تعمل. واضح. في سؤال من محمد، هذا النيرس حكى شكرا كثير على المعلومة. طيب بحال طلع كطالب على كندا، يعني هو إجا طالب على كندا، هل أستطيع أن أقدم من كندا طلب لجوء ومن ثم أكمل دراستي في مجال التمريض بكالوريوس؟ أكيد. yes. هو من فلسطين، اللي فهمته من فلسطين اللي هو عمره 22 سنة، هذا هو وضعه، معاه دبلوم تمريض من فلسطين. فيس إذا عندك سبب اللجوء موجود. في محمد عطية بسأل، اسألوا عني. تفضل يا محمد اسأل، إذا عندك سؤال اسأل، لأنه إحنا شرفنا على نهاية الحلقة. فإذا في حدا عنده أسئلة، بذكر الجميع أنه معلومات التواصل مع الدكتور عمر حايك، مكتب عمر حايك لخدمات الهجرة، ممكن بالعربي أو بالإنجليزي تعملوا له جوجل AIS أمرو Immigration Services. رقم التلفون 9 طبعا 001-905-738-6414، بعيد التلفون لو سمحت. شوي بس ولا يهمك. 001-905-738-6414
والايميل الدكتور عمر بحب الايميل لانه اسهل تكون كل المعلومات فيه info info at amroimmigration.ca info at amroimmigration.ca. ومهند اذا ما قدرت تلاقيه تواصل معي انا برضو بقدر اعطيك المعلومات مره ثانيه. في سؤال دكتور عمر على رقم الموبايل في واتساب ولا لا؟ في واتساب على هذا الرقم دكتور عمر؟ لا للاسف لا. لا هذا مش حاطين له واتساب. شو اقل مبلغ للاستثمار وشروطه في كندا؟ هلا الاستثمار برامج عديده بيختلف من ولايه لولايه، واذا بتضلك معنا الاسبوع الجاي انا حنزل في برنامج انا برايي هو it is the best، افضل برنامج واسهل برنامج وارخص برنامج للهجره، حنحكي عنه الاسبوع القادم. الأسبوع القادم بنفس الوقت الساعة 12 بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت كندا الشرقي، حنرجع نحكي عن اليوم ما فاتحين أسئلة وأجوبة. الأسبوع القادم حيكون عن الاستثمار، وفي برنامج حيحكي عنه الدكتور فتح جديد I think دكتور صحيح؟ برنامج جديد؟ هو مش جديد يعني، بس صار له فترة يعني، صار له أشهر يعني. ممتاز. هو البرنامج خاص في إحدى المقاطعات اللي هي بريتش كولومبيا. نعم بيرفكت. في سؤال دكتور بيسأل عن الطلاب والفيز، هل بستطيع الطلاب الآن يجوا على كندا فيزيكلي ويدرسوا ولا لسه أونلاين؟ طبعا هلا احنا عم ناخذ عم نحصل قبولات للناس انه فيزيكلي حيكون بشهر 9 وشهر 1 صاروا ياخذوا فيز يعني صاروا يعني انه هلا في البدايه كانت يعني بتعرف كيف حسب الانستتيوشن، في بعض المعاهد والجامعات كانوا يعني كانوا مؤهلين وعندهم بلان مشان هاو تو ديل مع كوفيد 19، ولا هذه القائمه زادت اكثر من اول، فعدد الانستتيوشن حيكون جاهز حتى ياخذ الطلاب فيزيكالي اعداد كبيره. احكي لنا شوي عن مكتبكم، بيقدم برضه خدمات للهجره للدراسه، احكي لنا شوي عن الجامعات اللي انتم متواصلين معها ومعكم تعاقد معها. احنا اجمالا تقريبا بنغطي ممكن اكثر من حوالي 90% من الكنديان انستتيوشن او المعاهد والجامعات بكل كندا، اداء من كليات ومدارس وجامعات، يعني كل قليلي اللي احنا بنشتغلش معهم، يعني احنا بنمثل جامعات وكليات بكل المقاطعات سواء اونتاريو تورونتو فانكوفر مونتريال ايفريوير. وفي امريكا كمان ممكن تساعد صحيح؟ نفس الشيء احنا عندنا بامريكا، وكمان احنا عندنا بعض الجامعات اللي هي الاستراليه والبريطانيه، بس اكثر شيء احنا شغالين فيهم هلا بالوقت الحاضر اليو اس اي وكندا. تركيز على يو اس اي وكندا، نعم. وبتجيبوا بس القبول ولا برضه بتكملوا معاه باجراءات الفيز ولا؟ هلا احنا بس نامن له القبول، نعطيه الخيار، لا اما هو بيكمل لوحده لا اما بيكمل عن طريقنا. طيب سريعا دكتور، اي ملاحظات جديده عشان نشوق الناس للحلقه القادمه؟ في سؤال سوري سريعا هون، كم معدل المطلوب في الثانويه للدراسه وهل يؤثر المعدل ام لا؟ هو المعدل بيلعب دور بالتخصص وبالبرنامج، يعني اذا انت بدك جامعه ومعدلك 60 او 55 ما حدا بيقبلك الجامعات الكنديه، لكن إذا كان معدلك 55 وفوق في بعض البرامج في كليات معينة بيقبلوك. فالمعدل بيلعب دور بالميجر والتخصص اللي أنت بدك إياه. وهل بيحتاج شهادة لغة للدراسة في كندا؟ هلا إذا كان معاه لغة بوفر حاله وقت. لكن الأغلبية العظمى اللي إحنا بنجيب قبولات لهم الناس ما معهم لغة إنجليزية، فإحنا بنجيب له قبول الأكاديمي مع قبول اللغة. قبول مشروط يعني باللغة. بالضبط. نعم. فممكن يعني اذا معاه لغه بوفر على حاله فتره اللغه اللي موجوده في هون سواء سنه. على فكره أو... انا بحكيها نصيحه للكل بكل برامج الهجره والطلاب يعني هي كمان منهم اللي بحكي فيه، انا كل الناس تنتظر حتى كندا تفتح، مجرد ما هالبلد فتحت حيكون فيها على ضغط هائل جدا، فلذلك اي شخص معني انه يوصل كندا تحت اي برنامج ممكن يخطر في باله It is the time هلا الوقت. بكرة لما تفتح كندا وصير طلاب وصير قبول على الطلاب وكذا ممكن ما تلاقيش مكان لسنة أو سنة ونص يكون في سيد.
لانه في يعني اكثر من سنه سنه ونص كلهم ناس كثير اجلوا الموضوع هذا لغايه ما تفتح البلد. فلذلك اذا انت بدك توصل على كندا، بدك تدرس بكندا، تشتغل، تهاجر، انا بحكي ما تتاخر. واضح. احنا اتوقع انه اجبنا على كل الاسئله والاجوبه. كان جاني سؤال من شاب على الواتساب قال لي اساله للدكتور، بس خليني ثواني. يس هذا هو دكتور بيسألك، هو دارس طب برا كندا وبده يحاول يعادل شهادته، فالسؤال هل يعادلها قبل ما يوصل ولا بعد ما يوصل، وشو نصيحتك له لأحسن برنامج يدخل فيه كندا؟ هلا كطبيب كمعادلة، وأعتقد الدكتور أنت بإمكانك تجاوب على هذا السؤال أكيد. المعادلة عند جهينة الخبر اليقين. لكن أي برنامج يوصل له لكندا أكيد أنت إذا بدك تتعادل حتى توصل كندا بدك تكون تدخل تحت برنامج معين وتنجح فيه. طبعا أكيد اللي بيلعب دور هو ببرامج الهجرة اللي تعتمد على الكفاءات، العمر له دور كبير، اللي هو الاكسبرس انتري اللي بتحكي عنه. يا طبعا يعني ممكن يكون اكسبرس انتري لما هو لما يكون طبيب، لا او يعني طبيب او صيدل او كذا، لما اكسبرس انتري سكيلد وركر، لما يجي عقد عمل او دراسه او انفستمنت، ما فيش شيء ترى يعني شيء ثاني. نعم. في سؤال اجانا من دكتور مخلص بقول هل تستطيع ايقاف الاقامه الدائمه بكندا ومغادره كندا نهائيا؟ اكيد، اللي هو ريفوكينج بسموه، صح؟ هاي بترك ال... وهو إذا طلع الدكتور أعتقد بعد مدة بفقد الإقامة الدائمة تلقائياً. أوكي، الجنسية ما بفقدها بس الإقامة الدائمة أوتوماتيك، ما فيش داعي إنه يتركها يعني. هي أعتقد له فترة لازم يجلس فيها في كندا، ما جلسها قانونياً سنتين أي ثينك دكتور، من 5 سنوات. مظبوط، سنتين من 5. بس وين المشكلة؟ في ناس مثلاً بيكون دخل على برنامج معين في ظروف معينة، بيكون هو المهتم كثير انه يمضي وقت معين في كندا حتى يحافظ على الاقامه الدائمه، فبيخسر الاقامه الدائمه، فبيحاول يرجع مره ثانيه، ما بده يرجع على البرنامج دخل عليه قبل هيك، لانه هو كبر بالعمر، ظروفه تغيرت، ممكن البرنامج دخل عليه يتغير. طيب سؤالنا، في سؤال دكتور بالنسبه للنومينيشن، يعني واحد اجى نومينيشن على مقاطعه، وعلى نحكي مقاطعة في الشمال، نيو برونزويك، نوفا سكوشيا، وريفر، وعنده أخ أو أخت مثلا في مقاطعة أنتاريو بده خلاص يسكن، فهل هذا ممكن ولا لا؟ قصدك أنه أجاني نومينيشن في مقاطعة بس يسكن في مقاطعة تانية؟ نعم، بعد ما دخل. أعتقد أنا مش متأكد المعلومة صراحة، بس أعتقد لازم يمضي أقل شيء 9 شهور. أوكي. بعد 9 أشهر بيقدر يطلع ينتقل. أعتقد يس. أوكي، أنا ما بعرف، هون في ناس عم بنضموا على الكلوب هاوس، إذا حدا عنده أسئلة يا إخوان بحب يسأل الدكتور، لأنه إحنا تقريبا حننهي الحلقة. if anybody، في حدا عنده أسئلة هون على الكلوب هاوس؟ أنا شايف الأسئلة انتهت على الفيسبوك، فبس سريعا هل في حدا هون؟ سؤال تفضل محمد. سؤال لدكتور عمرو، في حال انه راحوا الاولاد على دراسه مدرسيه، يعني شو امكانيه انه يتحول هذا الشيء ل بي ار بعد هيك؟ هلا للاسف هم يعني صغار بالسن، يعني مش حيكونوا مؤهلين لاي نوع من الاقامه الدائمه. إيه انت عارف الدراسة، حتى واحد يعني يتأهل من دراسة يكون معه وضع قائم فيه له شروط، بس مدام طلاب بهذا السن ما أظنش انه في فائدة، لكن وجود الام معهم، انت عارف كيف، حتى الام لو دخلت معهم كزيارة مش مسموح لها تشتغل مثلا، مش قصدي كيف، يعني بتضلها تحت بند اشي اسمه زيارة. عفوا بدي اسالك شو نوع الجواز اللي معك؟ اي جنسيه؟ اردني. اردني. اردني برقم وطني ولا بدون رقم وطني؟ برقم وطني. الايميل موجود على الشاشه، حاول تواصل معي. ان شاء الله.
مرة ثانية أشكر جميع من كان معنا اليوم على الكلب هاوس وكل من كان معنا على الفيسبوك. أشكر الدكتور عمر على استجابته الرائعة وعلى إجابته لجميع الأسئلة اللي كان معنا اليوم سؤال وجواب. بذكركم جميعا أنه الحلقة الجاية الأسبوع القادم حتكون عن موضوع برنامج جديد للاستثمار في كندا ودخول كندا كمستثمر وبالتالي الحصول على الإقامة الدائمة وبعدها إن شاء الله الجنسية، فتابعونا بنفس الوقت الأسبوع القادم. دكتور عمر بترك لك الفلور لآخر دقيقة إذا بتحب تحكي أي شيء. طبعا أكيد أنا بعيد نفس النصيحة مرة تانية، كل شخص له ظروف مختلفة، ما في إشي مفصل لشخص معين، كل واحد عنده ظروفه. أي واحد إذا بيقدر يعني معني بالهجرة إحنا نعمله إيفاليويشن مجانا، الإيميل موجود، اتواصل معنا، ابعت لنا معلوماتك قد ما بتقدر. طبعا أنا بأي معلومة بتهمني هو العمر والمستوى التعليمي اللغة والوضع العائلي، هذول أهم أربع شغلات تهمنا إحنا حتى أقدر أعمل لك تقييم. مرة تانية ما في إشي عام لكل واحد، كل واحد بيختلف عن التاني، بلعب دور الجنسية، بلعب دور أنت وين تشتغل، في كثير فاكتورز وعوامل، ما بقدر أعطيك نصيحة وتمشي عليها لأنه كل واحد بيختلف عن التاني. مرة تانية بحكي هذا الوقت المناسب لأي واحد معني، لأنه بكرة حيصير في ديماند عالي من بأعداد كبيرة على كل برامج الهجرة. في حدا بيسأل الإيميل، الإيميل موجود على الشاشة بالسطر الثاني info@amroimmigration.ca info@amroimmigration. لو كتب بالعربي مكتب عمرو لخدمات الهجرة راح يطلع لك على الفيسبوك على جوجل عفوا. إن شاء الله نكون اليوم أعطيناكم الإجابة الشافية والكافية على الأسئلة تبعتكم. نتمنى لقاءكم الأسبوع القادم بنفس الوقت 12 بتوقيت مكة المكرمة، 5 بتوقيت مدينة أوتوا تورونو. نراكم في حلقة قادمة، تصبحون على خير والسلام عليكم.